علاقات كتير مهمة وكتير ضرورية وتثقيفية. بدون طول كلام خلينا نرحب سوا بضيفنا الأول، ورح أترك لحضرتك أنك ترحب فيه، ضيف عزيز كتير على قلبنا. أهلا وسهلا، وهو دايما مستشار القانوني عندنا الدكتور عبد عواد. أهلا وسهلا دكتور عبد عواد، على فكرة محامي أتوري أتلو ومدرس برادجر يونيفرسيتي ومتخصص في يعني قانون المقارن، قانون الشريعة أو في القوانين الشريعة بأمريكا، هو لايسنس بأمريكا، فيعني يمكن نقدر نتعرف على الموضوع ده أكتر. وإحنا النهاردة بنتكلم على موضوع بيهم كل أسرة عربية وكل مقيم بأمريكا، يعني كل عربي مقيم أو غير عربي حتى موجود في أمريكا، وهو موضوع الوصية أو living will، أو اللي احنا يمكن كعرب بنحاول واحنا في عاداتنا وكده ما بنتكلمش في المواضيع دي، ما بنفتحش فيها، يمكن نوع من انواع التفاؤل والتشاؤم هو ده اللي بيخلينا ما بنتكلمش في الكلام ده في الوصية، ان مثلا في حالة رب الأسرة توفى او الزوج او الزوجة الميراث بيروح ازاي والارث ده موضوع كبير قوي، واكتشفنا انه له بحور هنا في امريكا، والعملية مش سهلة مش بسيطة زي ما احنا متوقعين، زي ما بيحصل عندنا مثلا في دولنا العربية سواء في مصر في لبنان في سوريا، في على طول قانون بيحكم الموضوع ده والناس بتبقى عارفة كل حاجة، هنا مختلف كتير. فهنتعرف على الكلام ده، برحب بالدكتور عبد، اهلا وسهلا. اهلين فيك محمد، وياريت حضرتك تصحح لي لو انا المقدمة دي فيها اي مخالطات يعني. لا شكرا، انا محامي في نقابة نيويورك ونيوجيرسي، وبمارس مهنة المحاماة في الولايات المتحدة، وايضا استاذ بكلية الحقوق، وعندي خبرة واختصاص في موضوع الشريعة بامريكا وقوانين الشرق الاوسط. دكتور عبد العزيز، نحن مقابلتنا الليلة تنحكي عن الارث، والارث بامريكا ممكن يحكم الانسان بحياته عبر نص وصية. خبرنا أول شيء عن الوصية، يعني اشرح لنا شوي صغيرة ما هي الويل، نسمع كتير بالويل. تفضل. الوصية عبارة عن وثيقة قانونية، في أكثر الولايات كل ولاية عندها قوانينها الخاصة بموضوع الوصية، ولكن هناك نوع من الإجماع ما بين هذه الولايات بأنه يجب أن تكون الوصية مكتوبة كتابة وموقعة أمام شاهدين، وهذه الوصية تحتوي على نية الكاتب في حالة موته كيف يتم تقسيم تركته. والوصية أيضا لها أهمية أكثر من موضوع تقسيم التركة أثناء بعد الموت، أيضا مهمة لاختيار أو ترشيح من سيكون مدير هذه التركة. على سبيل المثال تختار أخوك، تختار محامي، تختار صديق أن يكون هو المشرف على تقسيم التركة. فهو بهذه الطريقة يستطيع أن يقسمها، يجمع هذه التركة ويقسمها، بدلاً ما المحكمة تعين حد. فالوصية بأمريكا مهمة جداً. إذا مت بدون وصية لن يكون لك الحق في مساهمة في كيف يتم تقسيم التركة. أستاذ عبد، الوصية لها فورمات معينة مثلا، أو في فورم معينة، أو لابد محامي هو اللي يحرر الوصية، ولا ممكن أن الأسرة مع بعض أنهم يكتبوا الوصية ويعملوا مثلا نوتيرايزد أو حاجة زي كده؟ هو كله يعتمد في الوصية لطرف أملاكه أقل من مليون دولار، يستطيع أن ينص هذه الوصية بدون محامي، ولكن هناك دائما خوف أو احتمال لو لم يتماشى مع الشكليات للوصية أن تكون هذه الوصية غير نافذة وغير صحيحة، فالأفضل دائما أن تذهب إلى محامي. ولكن إذا عندك أملاك كثيرة في تلك الحالة لن تستطيع أن تفعل شيء بدون استشارة محامي، لأنه الوصية بحد ذاتها لن تكفي، ويجب أن تعمل ما نسميهم بترستس، وقف معين، شركات مساهمة، طرق أن توزع أملاكك في أثناء الحياة.
يعني قبل البر قبل الهوى تفضل قبل الهوى كنا بنتناقش في الموضوع ده، ففي صديق بيقول لي ان هو عنده بيزنس وعنده بيت، فالبيت لو لا قدر الله حصل له اي حاجه الزوجه بتاخد البيت، الاولاد ما لهمش اي حاجه خالص، ولكن البيزنس بتاعه لانه ما عندوش وصيه ده بيروح كله للحكومه. لا هذا ليس صحيحا. أيوة. وانا ساستعمل امثله، ساورد امثله عشان المشاهد يستطيع ان يفهم كيف الوصيه وكيف الاملاك تنتقل ملكيتها الى الورثه، لانه اسهل للاستيعاب بدلا من النظريات. خلينا ناخذ على سبيل المثال انه صديقك هذا اسمه مصطفى وعنده ولدين وعنده زوجة عنده هذا البيت، إذا تم شراء هذا البيت أثناء الزواج في أي ولاية من ولايات أمريكا تعتبر هذا ملك مشترك بينه وبين زوجته، وتستطيع أن تملك الأملاك بطريقة مشتركة إذا عندك زواج في عندنا شراكة، الحصة تنتقل إلى الشريك الآخر عند الموت. فهذا هذا خارج الوصية وخارج قانون الإرث، هذا نقول عنه باللغة الإنجليزية إنه ينتقل بناء على نص قانوني. ففي هذه الحالة البيت سيذهب إلى الزوجة، الورثة الآخرون لا يحق لهم أن يشاركوا فيها. على موضوع البزنس، إذا عن البزنس هذا يصبح جزء من التركة، وفي ولاية نيويورك هذه التركة يتم تقسيمها، أول $50,000 تذهب إلى الزوجة وباقي التركة تتقسم بالتساوي ما بين الزوجة وما بين الأولاد إذا لا يوجد وصية. فكما ترى الأملاك تنتقل بطريقتين، يا إما بالوصية وقانون الإرث، يا إما بناء على القانون اللي هو أوتوماتيكلي ينتقل للشريك الآخر. دكتور عويد، أنا هون رح أخذ، لأن حضرتك ذكرت أنه الأمثلة، رح أستغنم هيدي الفرصة وأرجع ذكر المشاهدين إذا بحبوا يطرحوا أي سؤال يتصلوا فينا ويعطونا طبعا حالة معينة واضحة، وحضرتك طبعا فيك تعطي فيها النصيحة القانونية. اليوم بكل بساطة، هل بتنصح كل شخص بأمريكا أنه يكتب وصية أو لا؟ طبعا أنا بنصح كل إنسان أن يكتب وصية إذا أراد أن يتحكم في أملاكه بعد الموت، أو نيته في التقسيم أن يتم تنفيذها، لن يحدث هذا بدون وصية. طب هل هالشي بس ينطبق، هل الوصية تنطبق بس على الأملاك؟ ماذا عن الأولاد مثلا إذا كانوا الأولاد قاصرين، وهل يحق للأب والأم أنه يكتبوا وصية بمن سيهتم أو سيشرف على الأطفال بعد وفاتهم؟ طبعا هلا يعني إحنا هنا نقول أنه الأم والأب يتوفوا في نفس الوقت، ففي تلك الحالة يستطيع أن يقرر الأم والأب في حالة موتهم مع بعضهم البعض أن الأخت أو العمة أو الخالة هي أن تستلم حضانة هذه الأولاد. ولكن إذا هو طرف واحد، إذا الأب مات مباشرة حق الحضانة سيذهب إلى الأم، أو إذا الأم ماتت حق حضانة الأولاد تذهب إلى الأب. ولكن الوصية أهميتها في موضوع القاصرين بأنه يجب أن يتم تعيين من سيشرف على أموال الأولاد. نعم. عندنا بالفقه الإسلامي ما نسميها الولاية على المال، من سيكون ولي المال لهذه الأطفال. بدون وصية الولي ستكون الأم أو الأب، من تبقى بعد موت الطرف الآخر. ولكن إذا في أموال يمكن الأب يريد تاجر أو بروكر متخصص أن يشرف على أموال أطفاله لحد ما يبلغ سن معين، وبعدين هم يتحكموا ويتصرفوا بفلوسهم. ولو ما فيش الوصية دي، إذا ما فيش وصية الأم تكون الولي على المال. يعني مع بعض في حادثة مثلا، في تلك الحالة المحكمة يجب أن تعين ولي على أموال القاصر،
وكثيرا من الأحوال تكون المحكمة بنفسها هي المسؤولة، ولكن في أثناء الحياة هذه الأطفال يمكن يحتاجوا أن يأخذوا فلوس من هاي الأملاك قبل ما يبلغوا. ففي تلك الحالة يجب أن تقدم دفوع إلى المحكمة وتطلب من المحكمة أحتاج أن أسحب فلوس وأدفع. القاصر سنه، إحنا بنتكلم هنا السن قد إيه بالنسبة للقاصر؟ السن 18، ما تحت السن 18. ولكن القاصر ليس فقط موضوع السن، هناك على سبيل الناس ذو الاحتياجات الخاصة، ففي تلك الحالة لا يوجد سن لهم، فأنت تحتاج إلى مشرف أو ولي أنت تؤمنه على أطفالك، بدلاً ما المحكمة تختار. لا، أنا أفضل أن يكون أخي هو الذي يكون ولي، أو أختي أو أبي يكون ولي المال على أطفالي القاصرين. دكتور عبد، هل يحق للزوج أو للزوجة بوصية قانونية شرعية أنه يحرم الطرف الآخر من الإرث؟ بالقانون الأمريكي تستطيع أن تحرم جميع الورثة ما عدا الزوجة. ففي حالة أنت كتبت وصية وحرمت الأطفال أولادك، هذا نافذ وقانوني ولن يستطيعوا أن يعارضوه. ما ممكن الأطفال أو الأولاد أن يطعنوا بوصية والدهم أو والدهم؟ صعب جدا. إلا في حالات خاصة، إذا ادعوا بأنه أصبح عندهم نوع من الاحتياج الاقتصادي يمكن، بس هاي حالات خاصة جدا. في أكثر الأحوال تستطيع أن تحرم أولادك بدون أي صعوبة، ولكن إذا حرمت زوجتك من الإرث في الوصية، الزوجة تستطيع أن تطعن بالوصية وتأخذ ما يقال، ما نسميه بالفقه الأمريكي الحصة الاختيارية. فالحصة الاختيارية هي أن تلغي ما هو مكتوب بالوصية، وفي أكثر الولايات الأمريكية هذه تكون ما بين الربع والثلث من التركة، فالزوجة تستطيع أن تأخذ ثلث التركة بولاية نيويورك وولاية نيوجيرسي غصب، حتى بالرغم من أن الوصية حاولت حرمانها. دكتور عواد، في معنى اتصال، خلينا نأخذ أماني من نيويورك. مساء الخير أماني. ألو؟ هلو؟ نعم أماني، مساء الخير. ألو؟ أماني عم نسمعك، أنت على الهواء، بتحب توجهي سؤال لدكتور عواد؟ مساء النور، والله بس بدي أسأل الأستاذ سؤال لو ممكن؟ تفضلي. مساء النور، ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي، عم نسمعك. أيوة، من فضلك، لو في سيدة عندها ملك، يعني عندها بيت وعندها عقارات، عندها زي عمارة أو بنايات، وتزوجت شخص لكن ما عندهاش رغبة أنه هو يورث منها أي شيء بسبب سوء المعاملة والطمع المستمر فيها، فهل ممكن أنها وصيتها أن تكون لأولادها مع أنه أولادها مش من هذا الزوج؟ هل ممكن أنها يعني تعمل طريقة قانونية إنه الزوج لا يورثها أو ما يقدرش ياخد شيء منها لسوء معاملته ليها؟ نعم. مع إنها يعني عندها هذه العقارات من أبيها وليس من زوجها الحالي. نعم. شكرا أماني على سؤالك، تفضل دكتور. طبعا ستستطيع، ولكن كما قلت لن تستطيع أن تحرم من التركة كاملة. يستحق أن يطعن في الوصية ويأخذ الثلث. ولكن بسبب إنه هذه الأملاك، مثل ما فهمت السؤال، إنه هذه الأملاك مكتوبة باسمها بنفسها وليست بشراكة ما بينها وبين زوجها، فتستطيع الآن أن تفتح وقف لأولادها وتنقل ملكية هذه الأملاك وتضعها في وقف، وهذا الوقف سيكون فقط للأولاد، لا يحق للزوج أن يشارك في هذا الوقف. تستطيع أيضا أن تنقل ملكية هذه الأملاك لشركة مساهمة وتضعها بأسماء أولادها. ففي عدة طرق تستطيع أن تتفادى هذه الأشياء. دكتور معنا نديم من نيوجيرسي.